فكل سنة وحضراتكم طيبين، ونبدأ فعاليات الحفل بتاعنا. السلام الجمهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرحب بكم كلكم في بيتكم في يوم الطبيب النهاردة، ولعل النهاردة كنت براجع التاريخ 3/18 يوم شكله متميز، فلعله يكون مقدمة تغيير واضح في أحوال الأطباء والمهنة. يعني طبعا أنا بتطلع لليوم ده، كلنا متطلعين لليوم اللي بنظهر فيه أحلى ما عندنا للمجتمع. وأنا الحقيقة دائما بشعر بأن الأطباء بمختلف فئاتهم وأعمارهم وأطيافهم بيقوموا بدور محوري في الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية رغم كل الظروف الصعبة اللي بنقابلها يوم بيوم أو لحظة بلحظة. فهم مش بس بيبذلوا من أيامهم ومجهودهم، ده كمان من الفاينانس بتاعهم. أطباء في كل المستشفيات بتبرعوا تبرعات غير منظورة وغير معروفة، ولولاها لما استمرت الخدمة الطبية في أنحاء الجمهورية. فأنا لما بفكر في شباب الأطباء
وازاي بيتغاضوا عن اشياء كثيره جدا بخصوص حياتهم الخاصه والاجتماعيه، ويفضلوا عليها ان هم يستمروا في اداه الخدمه الطبيه للبسطاء في المستشفيات الحكوميه اللي انا مبهور بيها. بحس ان هم فئه تستاهل احترام كبير جدا، مش منا بس كاطباء، من كل المجتمع. اعتقد كلكم هتوافقوني على الدور المحوري اللي احنا بنقوم بيه كلنا. الحاجه الثانيه اللي كنت عاوز اقولها انه برضو الطب بيطروا عليه تغييرات كبيره جدا جدا، ومفهومنا للطبيب اللي هو السول بلاير ده كلنا اتغيرنا، عدينا في مراحل متغيره وبقينا بنفسايز او بناكد على دور الطبيب كقائد لمنظومه وكقائد لفريق. وفي بعض المهن الجديده اللي ظهرت في الفريق، وانا عاوز على قد ما عاوز احافظ على مهنه الطب وحدودها واحترامها، على قد ما انا عاوز ادي شويه سبيس للناس دول يساعدونا عشان نتفرغ لحاجات محوريه اكتر واستراتيجيه اكتر، لكن طبعا مع احترام شديد لحدودنا ومكانتنا وقيادتنا للتيم. زي ما بيقولوا، هو احنا بنعمل قطره وفاء ولا الوفاء في قطره؟ طبعا انتوا بتمثلوا لنا بارقه الامل والقدوه اللي يعني بنرجو كل الاطباء يحتذوا بيها. ولو كنا قدرنا نكرم جميع اطباء مصر لكرمناهم، مش كده ولا ايه؟ فاهلا بيكم في يوم الطبيب، وان شاء الله نلتقي في سنوات قادمة في ظروف أحسن بكتير إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. كلمة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا. طبعا احنا النهاردة في يوم الطبيب مش هنتكلم على مشاكل الطب وممارسة المهنة والصعوبات اللي بتقابلنا، لانه كنا بنناقش فيها اول امبارح في يوم الجمعية العمومية. فاحنا عايزين نخلي اليوم ده يوم احتفال. احنا ما زلنا مصرين وسعداء بمهنتنا. وانا قلت اول امبارح في تكريم الاوائل بتوع الكليات انه مهنة الطب رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها ورغم كل الظروف الصعبة المادية والتعليمية والتدريبية وكل ده، انها ما زالت بتأتراكت كريمة المجتمع. يعني ما زال اوائل الثانوية العامة وكريمة المجتمع في مصر بيخش كلية الطب وبيتفوقوا وبيطلعوا وبيشتغلوا زي اساتذتهم اللي بنكرمهم النهاردة. فستيل مهنة الطب هي فعلا مش تحيز، هي فعلا من ارقى ان لم تكن هي الارقى مهنة انسانية، واكتر مهنة بتعمل job satisfaction. يعني قد ايه الطبيب بيبقى سعيد جدا لما يساعد المريض بتاعه، وممكن يحصل لنا satisfaction ده every day and every moment، غير مهندس بيبني عمارة ممكن satisfaction بتاعه يجي بعد ما يبني العمارة كلها. وغالبا satisfaction بيجي من المكسب المادي. احنا عندنا مكاسب كتيرة قوي بتخلينا satisfied بمهنتنا و satisfied بما نؤديه لمرضانا. فالحمد لله على مهنتنا دي، وربنا وفقنا فيها، واحنا سعداء فعلا جدا بتكريم زملائنا والرواد واخواتنا الكبار والصغيرين النهارده، لانه التكريم ده على اداء مهني راقي وعلى اداء علمي وعلى اداء اخلاقي. يعني في معايير احنا حطيناها في النقابه، معايير كتيره جدا للتكريم، ووزعناها على كل المحافظات والنقابات الفرعيه، وطلبنا منهم ترشيحاتهم، واعتقد انه ترشيحاتهم في محلها واحنا مقتنعين تماما. وانا فعلا بضم صوتي لصوت الدكتور حسين ان لو كان في ايدينا كنا كرمنا كل اطباء مصر النهارده. اهلا بيكم والف شكر على حضوركم، ولا اريد الاطاله اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين. كلمه الدكتور ايهاب الطاهر، امين العام لنقابه الاطباء. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بيكم في نقابتكم، نورتونا وشرفتونا. وفي الحقيقة الفخر والاعتزاز لينا إحنا إن إحنا بنكرم
رواد الطب والمتميزين من الأطباء على مستوى الجمهورية. طبعا علشان أفكر الزملاء هو ليه 18 مارس، هو ده في الحقيقة تاريخ إنشاء أول مدرسة للطب في مصر، كانت في أبو زعبل سنة 1827، يعني من 191 سنة عندنا تعليم طبي في مصر. فإحنا رواد الطب في المنطقة اللي حوالينا كلها، ولينا الفخر في كده، ولينا الفخر في إن العديد من الأطباء برزوا على مستوى العالم ويشار إليهم بالبنان في كل مكان. الأطباء في الحقيقة المهنة بتاعتهم بتختلف عن باقي المهن في كذا حاجة. الطبيب هو اللي بيسهر على راحة المرضى وبيعالج مرضاه سواء كانوا أصدقاء أو أعداء، ودي معايير ممارسة مهنة الطب. الطبيب بيحفظ أسرار المرضى ويستر عورتهم. الطبيب بيمارس المهنة كمهنة إنسانية حتى وهو ما بياخدش أجره العادل، وكلنا عارفين إن احنا في مصر ما عندناش أجور عادلة إلى الآن، نتمنى أن تتحسن في القريب العاجل، ولكن مع ذلك الأطباء مستمرين في ممارسة مهنتهم الإنسانية ونجدة المصابين والمرضى في كل مكان. الأطباء هم اللي بيسابروا ويستمروا ويدوموا على طلب العلم طوال حياتهم لخدمة الإنسان والمجتمع. وفي النهاية في الحقيقة الأطباء هم الجنود المجهولون المجتمع في معظم الأحيان بيتناساهم ولا يقدم لهم الإنصاف المطلوب. هنا هستعير بعض عبارات أحد الشعراء اللي اتكلم عن الأطباء، كان بيقول إيه؟ بيقول: وإن الطب مهنة كل حر رأى أن يبذل الجهد اجتهادا، وكل محارب في الطب يبقى على الأيام أكرمنا جهادا، فحن تعاطفا لبكاء طفل ولطف عند والده الشدادة، وأرهق في سبيل البحث عمرا وكرر بحثه صبرا وعاد، وقد سموه عن قصد حكيما يوازن إن توانى أو تمادى. كلمات حقيقية تصف العمل الطبي. نعم، هذا هو الطبيب، رمز العطاء والحب والتضحية. فلكم جميعا ولكل طبيب مصري وأسرته أقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. كلمة الأستاذة الدكتورة نجوى الشافعي، مقرر لجنة الرواد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا عايز أعبر عن سعادتي الكبيرة جدا بانضمامي لمجلس نقابة أطباء القاهرة أطباء مصر، لأن دي تتني فرصة أن أنا ألتقي بمجموعة متميزة ومتفانية في خدمة الأطباء الحقيقة. يعني لجنة الرواد اللي أنا شرفت بأن أنا أكون مقرر بتاعها لجنة جديدة بالنسبة للنقابة، وهي هدفها يعني زيادة رعاية الأطباء اللي هم بلغوا 60، الرواد احنا عليهم الرواد، لأن دول إن شاء الله يكونوا بيعيشوا يعني أزهى أوقات حياتهم بعد رحلة طويلة من العمل الشاق والأداء المتميز والاجتهاد في خدمة المرضى. اللجنة دي يعني بتحاول بقدر الإمكان تنوع من نشاطها بالنسبة للنشاطات الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية، وبتحاول تتعاون مع جهات خارج النقابة على أساس تستفيد من خبراتها، زي مؤسسة كامت لها خبرة في خدمة كبار السن. ولما جت يعني احنا لسه جداد في العمل واقترب يوم الطبيب واقترب عيد الأم، فجت فكرة ان احنا نكرم الطبيبات الأمهات المثاليات. الحقيقة انا بعتبر اي طبيبة
بالقطع هي أمة مثالية، لأنها بتحاول توفق بين المستحيلات، إنها تبقى تخدم في المستشفى أو في المكان العمل بتاعها بمنتهى الإخلاص، وبعدين تخدم أولادها بمنتهى الإخلاص وتراعي بيتها بمنتهى الاهتمام. فأي أم طبيبة الحقيقة هي أكيد مثالية، بس إحنا باعتبارنا لجنة رواد قلنا هنكرم الرائدات المثاليات اللي هم إلى جانب كانوا ملائكة رحمة في حياتهم، هم برضو كان لهم دور متميز مع أسرهم أو بالنسبة للمجتمع، فيعتبروا هم خدوا يعني ثواب التكريمين. مرحبا بهم من جميع محافظات القاهرة، من جميع محافظة مصر، ونتمنى أن احنا السنة الجاية نقدر نكرم أمهات مثاليات على مستوى الجمهورية كله، يعني كل النقابات الفرعيات تبتدي من يعني بداية السنة الجديدة تحدد كده هي مين ترشح طبيبة رائدة مثالية بحيث تشارك معنا السنة الجاية إن شاء الله. بتمنى لكل الطبيبات المثاليات الأمهات العزيزات الصحة والعافية ودوام مشاركتهم في المجتمع برضو، لأنهم كل واحدة فيهم مازالت بتساهم بقدر معين، ونتمنى لهم برضو دوام التمتع بحياتهم مع أسرهم وأولادهم. وشكرا جزيلا. دلوقتي هنتشرف ونكرم الأمهات الطبيبات المثاليات بحسب النقابات الفرعية وترشيحات أرادكم. كمان يعني بعد ما نخلص هيبقى في صورة جماعية برة على السلم بتاع النقابة عشان المدرب. مرشحة نقابة القليوبية دكتورة غادة سعد عبد المطلب إبراهيم. مرشحة نقابة المنوفية دكتورة سمية حمدي حامد القارح. مرشحة نقابة البحيرة دكتورة ميرفت حسين أحمد عبد العال. مرشحة نقابة الدقهلية دكتورة سحر محمد يونس. ننزلك يا دكتورة، ننزلك. سلامتك يا دكتورة، ألف سلام. مرشحة نقابة الشرقية دكتورة وفاء أحمد سيد عثمان.
مرشحة نقابة دمياط دكتورة هويدة عيسى محمد الملكي. نقابة بورسعيد دكتورة ميرفت فتحي حامد أحمد. مرشحة نقابة الأقصر دكتورة مريم محمد علي محمد. أنا بشكر الزملاء اللي في النقابة اللي اختاروا القطع الموسيقية اللي شغالة دي، يعني صراحة حاجة رائعة. انت رأيكم معايا؟ فعلا تليق بالرواد. مرشحة نقابة السويس دكتورة نور الصباح عبد الرحمن شمس الدين، هي اعتذرت لظروف خاصة، فالدكتور محمد حفني من النقابة نقيب النقابة الفرعية في السويس هيستلم الجائزة مكانها. مرشحة نقابة البحر الأحمر دكتورة سهير أحمد إسماعيل أحمد. فاضل عندنا من الرواد اثنين امهات طبيبات من محافظة اسوان والوادي الجديد، يبدو انه ظروفهم ما سمحتش ان هم يشرفونا. نذكر اسمائهم: دكتورة هدى خيري محمد لاشين اسوان، ودكتورة تهاني يونس محمد صالح من الوادي الجديد. والان مع كلمة دكتورة منى مينا أمين مساعد نقابة أطباء مصر. كلنا طيبين، كل سنة والطب والأطباء في مصر طيبين. الطب والأطباء في مصر
رسالة ومهنة عريقة وضاربة في القدم. يمكن مش كلنا نعرف ده. دكتور إيهاب لمس المنطقة دي سريعا. أول مدرسة للطب أنشئت في مصر في 1827، قاربنا على 200 سنة إلى 9 سنوات. لم تكن وقتها مدرسة الطب في أبو زعبل لم تكن بعد تعرف بكلية طب القصر العيني. انتقلت بعد كده ب10 سنوات في 1837 لقصر أحمد العيني باشا اللي اتبرع بيه لنقل مدرسة الطب لمكان أقرب للقاهرة، وسميت وقتها بمدرسة طب قصر العيني، لم تكن بعد كلية. في سنة 1925 يعني بعد حوالي 100 سنة انضمت إلى جامعة القاهرة، كانت وقتها جامعة فؤاد الأول. وفي 1928 وافق البرلمان على أول ميزانية لإنشاء مستشفى جامعي اللي هي النهاردة مستشفى المنيا الجامعي. تاريخ عريق وقديم للطب في مصر، حيث أن وقت ما أنشئت مدرسة الطب في أبو زعبل ووقت ما انتقلت وبقت مدرسة طب قصر العيني لم تكن بعد هناك مدرسة طب أخرى، ولا في أفريقيا ولا في كل الشرق الأوسط ولا في أي من الدول العربية. فالحقيقة المصريين رواد في مهنة الطب، وبعدها ابتدى يبقى فيه قادمين من كل الدول المحيطة يتعلموا الطب ويمارسوا الطب في كل هذه المنطقة. فمصر كانت وإن شاء الله ستظل منارة للطب بتشاع، من سواء بيتعلم فيها أبناء الدول المحيطة أو الأطباء المصريين بيفيدوا من علمهم على المنطقة. حقيقي إذا اتكلمنا بصراحة، غير فخرنا بتاريخنا العريق، حقيقي كلنا مش راضيين قوي عن وضع الطب والأطباء في مصر النهاردة. ولكن أكيد إن بفضل الجهود المضيئة لزملائنا أساتذتنا اللي قاعدين قصادنا، وبفضل مزيدا من الجهود إن شاء الله، نطمح جميعا أن نجلو للطب وللأطباء في مصر وضعهم اللي يستحقوه. لأن أطباءنا اللي بيبذلوا الجهود الشديدة رغم كل ما نراه من حملات الهجوم اللي يمكن النهاردة مش يوم إن احنا نوغل فيها، رغم كل هذه الحملات يبذل الأطباء في مصر الجهد الشديد حتى يستطيعوا أن يستنقذوا ما يستطيعونه من المرضى المصريين في ظروف صعبة شديدة القسوة بيخدموا فيها بدون تقدير كافي وبدون إمكانيات كافية. ولكن ده دور الطب والأطباء. إحنا بنحمل هذه المهنة السامية العريقة في بلدنا، بنرفع رأسنا وبنرفع وحضراتكم بترفعوا رأسنا أكتر وأكتر، وإن شاء الله بفضل هذه الجهود المخلصة بكرة وبعدها نقدر نجلو للطب والأطباء في مصر الوجه المضيء اللي نتمناه جميعا بفضل جهودكم. شرفتوا مكانكم، شرفتوا دار الحكمة، شرفتوا بيتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. نبدأ مع حضراتكم دلوقتي تكريم أساتذتنا وزملائنا الأطباء مرشحي أعضاء مجلس النقابة العامة، وهننادي الأسامي بتاع حضراتكم بالترتيب الأبجدي. محمد علي نصر، أستاذ النساء والتوليد، كلية طب أسيوط. الأستاذ الدكتور أسامة أحمد فاروق. Thank you.
محمد كمال غنيم أستاذ جراحة العظام بجامعة أسيوط والرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. الدكتور أسامة اعتذر وجاب لنا يعني يكلف ابنه يستلم بداله، فبنشكر الدكتور أسامة وكان نفسنا يكون معانا، وأهلا بالدكتور أسامة معانا. حسونة عضو مجلس نقابة الأطباء السابق والأم والصدر الحنون لكل الأطباء والطبيبات في النقابة وخارج النقابة، ويعني مش هينفع أقول أي كلام تاني أكثر من كده. هي دكتورة امتياز لأن هي فعلا امتياز. دكتورة امتياز الحقيقة مضت معانا 6 سنوات كانوا سنوات مليئة بالجهد والأداء والتفاني، والحقيقة كل من اشتغل معاها كل من يشتغل معاها يعني مسوا بعمق درجة الإخلاص والتفاني رغم كل يعني كان احيانا كتيره بتيجي من اسكندريه عشان اي نشاط قبل الناس اللي في القاهره، حاجات كتيره ما اعرفش اقول منها ايه ولا ايه، بس يعني نقدر نوعدها بيه ان احنا مش هنسيبها. يعني هي حاولت انها تبعد عننا شويه يمكن مشاغل او حاجات، بس احنا نوعدها ان احنا ما نقدرش نسيبها، ما نقدرش نبعد عنها. مبروك علينا يا دكتورة. شيء غريب قوي الحقيقة يعني أنا مهما قلت على الفترة اللي قضيتها من أول ما تخرجت لحد النهاردة تاريخ جميل. بقول لأولادنا الصغيرين مهما صادفتوا من عقوبات، من مش عقوبات يعني عقبات، هتبصوا وراكم وهتبقوا فخورين قوي باللي انتوا عملتوه رغم اي شيء. قضيت عمري كله في مستشفى حكومي، ما كانش ليا برايفت خالص، فعشان كده انا حاسه كويس قوي بتقدير حضرتك يا دكتور حسين للناس فعلا اللي في المستشفيات الحكوميه، ونتمنى انها تعلى وتبقى احسن، وفعلا المريض المصري ياخد خدمه فيها مساواه من اصغر قريه لاكبر يعني او اغنى مكان في القاهره. بشكر المجلس جدا، اكتر ناس تعاملت معاهم في حياتي نبلا واخلاصا، وكان ليا الشرف ان انا فعلا اشتغل معاهم واتعلم منهم كتير. واذا كان حد فعلا يستاهل انه يبقى طبيب مثالي، كل عضو في مجلس النقابه هو الاحق. دكتورة منى كمان تستاهل تكوني الأم المثالية والطبيبة المثالية، وكان نفسي أنا إن شاء الله نحضر إن شاء الله تكريمك إن شاء الله إن شاء الله. دكتور أيمن عبد الواحد أحمد عطية رئيس قسم جراحة المسالك البولية مستشفى أحمد ماهر التعليمي. Thank you.
ربيع محمد مسعد حجازي استشاري الجراحة العامة مستشفى ملاوي العام. شعبان رشوان استشاري القلب والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقا. في الحقيقة الدكتور رشوان كان بيبذل جهود عظيمة أثناء فترة وجوده معانا في عضوية مجلس النقابة. حسينا قوي قوي بالفرق في الحقيقة لما سابنا. هو برضو بيجي ومتطوع معانا وبيشتغل معانا وجبناه إجباري وهو متطوع معانا في الشغل، ولكن برضو مهما كان حسينا إن نص شغل النقابة وقع مننا لما سابنا الدكتور رشوان، وبنبذل جهود كبيرة قوي كلنا مع بعض علشان نغطي جزء صغير من اللي كان بيعمله ومش عارفين. بنقدم له كل التحية والتقدير على إخلاصه طول الفترة اللي فاتت وطول الفترة الجاية برضو إن شاء الله. شكرا دكتور. رغم إن أنا اشتغلت مع دكتور رشوان لمدة سنتين بس، لكن أنا فعلا بفتقد وجوده في النقابة في مكتبه وكل الأعمال اللي كان بيعملها، وبفتقد قراءته لقسم الطبيب لأن مش حد بيقرأ قسم الطبيب زيه. يعني لما قريت النهار المرة دي حسيت بفرق كبير من قرايتي للقسم وقرايته. فعلا حضرتك بتقرأ حاجة بطريقة غير مجهود حضرتك. طبعا أنا يعني بأكنولج الدور حضرتك بتلعبه. بس هو دكتور رشوان بقى يجي سبت واثنين متطوعا علشان يقوم بالشغل اللي كان بيعمله. فالحقيقة ألف شكر للدكتور رشوان. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وبعد. الحقيقة هذا الموقف كان من 8 سنين أنا كنت بأكرم من مجلس نقابة سابق. الحقيقة قد إيه حاسس بالفرق بين تكريمي من 8 سنين سنة 2010 وتكريمي من أصدقائي وإخواني اللي عملت معاهم. والحقيقة يعني مهما قلت رغم ان دي شهادة مجروحة لانهم اصدقائي وزملائي واحبابي والفريق اللي انا عملت معه، الحقيقة هؤلاء الناس فعلا التفاني كله والاخلاص كله، ويعني ناس مش ممكن هتقابلوا زيهم. زي ما أنا بقول إن أنا كنت محظوظ إن أنا عملت معهم في مجلس النقابة الحالي والسابق. شرفت جدا بإن أنا تعاونت معهم وهم كانوا متعاونين معايا. بنختلف كتير ونتفق كتير، لكن الاختلاف بيبقى لمصلحة الطبيب والاتفاق بيبقى لمصلحة الطبيب. مفيش أي غاية ولا هدف من وراء الاتفاق أو الاختلاف أو العمل وكم المجهود اللي بيبذل إلا لمصلحة من أصغر طبيب في مصر لأكبر طبيب في مصر.
بهدي التكريم النهاردة للطبيب اللي في الريف اللي موجود في كل وحدة صحية ريفية، قاعد لوحده مش لاقي حد غيره، أحيانا بيبقى بياخد وحدتين صحيتين أو ثلاثة، وهو وفريق التمريض والعمال البس اللي موجودين، لا بدون أمن بدون حراسة بدون إمكانيات كفاية، ومع ذلك بيعمل من الفسيخ شربات. أنا بقول بهدي يوم الطبيب وتكريم الطبيب لكل طبيب موجود في نجوع وقرى مصر، وتحياتي لكم جميعا، وشكرا لكل حد حضر النهاردة، وشكرا لكم، وشكرا لمجلس النقابة، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور شادي، دكتور شادي عبدو. علاء زيدان إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال بجامعة الزقازيق. نبيل مرسي محمد عبده، استاذ جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والجراحه الميكروسكوبيه بالاكاديميه الطبيه العسكريه. والحقيقه هو شارك في تاسيس الجمعيه المصريه لجراحه اليد والجمعيه العربيه لجراحه اليد، وبذل مجهود فني وعلمي مشهود لي من كل زملائه. الأستاذ الدكتور محرم أحمد البدوي مصطفى، أستاذ متفرغ بقسم الأشعة التشخيصية بالمعهد القومي للأورام. مش موجود، احنا هننده اسماء الموجودين بس. دكتور محمد عبد العزيز المحلاوي، استاذ الجراحه المتفرغ بكليه الطب جامعه طنطا. استاذ دكتور محمد عبد العزيز المحلاوي. الله أمين عام نقابة أطباء الغربية. الحقيقة الدكتور محمد المحلاوي رئيس أقسام الجراحة السابق في طب طنطا، قيمة وقامة علمية ده شيء معروف للجميع.
اللي عايز أضيفه أنه قيمة وقامة أخلاقية دكتور محمد المحلاوي أول واحد في طب طنطا يحط نظام امتحانات يؤكد معيار واحد وهو كفاءة الطالب ولا معيار آخر، لغى كل أنواع المحسوبية والمعارف وخلافه، ومش كده بس، لا ده خلاه نظام ماشي في كلية الطب واقتضى به كثيرين بعده. فتحية تقدير للأستاذ الدكتور محمد المحلاوي وشكرا. الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب إبراهيم إسماعيل رئيس وحدة المناظير للمستشفى الجامعي طب الزقازيق. الحقيقة الدكتور محمد عبد الوهاب هو أستاذ العظام اللي شهد للطبيب محمود الناظر القضية الشهيرة بتاعت جامعة الزقازيق إن هو رئيس الوحدة وإن محمود الناظر ما عملش غلط واللي عمله بيعمله كل الأطباء في مصر. فألف شكر للدكتور عبد الوهاب، هو خد موقف الحقيقة بطولي وموقف محترم وأرضى ضميره قبل ما يرضي أي حد. ألف شكر للدكتور عبد الوهاب. محمد منير مؤسس قسم جراحة الأورام بمستشفى المطرية التعليمي وعضو نقابة أطباء القاهرة السابق اللي برضو قضى معانا 6 سنين في نقابة القاهرة ومن المؤسسين للنقابة من بعد الثورة. دكتور محمد منير بذل جهد كبير في القيد وفي شغل النقابة، فهو اعتذر عن وجوده. بنته دكتورة نورهان مريهان هتتفضل مكانه. الأستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي. هو قدر الدكتور ممتاز إن اسمه بيبدأ بالميم، فبالأبجدي جه في أواخر المكرمين. إحنا نفسنا نكرم الناس كلها في نفس اللحظة. الأستاذة الدكتورة مي محمد عبد المنعم سلامة أستاذ متفرغ القلب كلية طب جامعة طنطا. مجد الحفناوي نقيب أطباء الغربية. طبعا بنشكر نقابة أطباء مصر على هذا التكريم لرواد وقامات كبيرة ويدل على عرفان لتاريخ هؤلاء. أستاذة الدكتورة مي سلامة أستاذ أمراض القلب في كلية طب جامعة طنطا، تولت وكالة كلية الطب جامعة طنطا دورتين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بذلت مجهود رائع وعظيم في تأسيس مفخرة طب
جامعة طنطا الصرح الكبير المستشفى العالمي التعليم الجديد، صرح تفخر به مصر، بذلت جهودا كبيرة في سبيل إنشاء هذا الصرح وتجهيزه عن طريق المجتمع المدني والنشاط الخيري الكبير، لدرجة أنني أسميها أم المؤمنات في كلية الطب في جامعة طنطا. هي عظيم، وهي متفاعلة تفاعل كبير مع أن كل الأنشطة نقابة أطباء مصر وكأنها عضو في هذا المجلس. نشكركم جميعا على تكريمها. المفروض كان يكون معنا النهاردة الأستاذ الدكتور عمرو الشبكي المفكر والباحث والعضو البرلماني السابق، لكن هو اعتذر لوجوده خارج البلاد وأرسل للنقابة إيميل بيعتذر فيه وبيسلم على حضراتكم وبيشكركم. اسمحوا لي أقرأ بدل من الدكتور عمرو. السادة أعطاء النقابة العامة لأطباء مصر، تحية طيبة وبعد. أود في البداية أن أتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والامتنان على هذا التكريم، ويؤسفني بشدة عدم حضوري الشخصي نظرا لسفري خارج البلاد، متمنيا للنقابة ولكم جميعا دوام التوفيق والنجاح. أود أن أعبر لحضراتكم عن أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية في مصر، وخاصة نقابة الأطباء، في إرساء تقاليد التفاوض مع الدولة وأحيانا الضغط أو الاعتراض على بعض القرارات أو التجاوزات، وذلك من أجل الحفاظ على كرامة المهنة وحمايتها وتصحيح أي شوائب تتعلق بها لصالح الخدمة الطبية التي لا تضم فقط الأطباء إنما فريق التمريض والمرضى الذين هم الهدف الأساسي من تطوير الخدمة الطبية. ولعل من المهم في الفترة القادمة التأكيد على ضرورة دعم المجتمع للنقابات المهنية والحفاظ على استقلالها ودورها، واعتبار أي انتصار مهني يحققه الأطباء في دفاعهم عن مهنتهم السامية هو انتصار للمجتمع وباقي المهن الأخرى، وهذا لن يتم إلا بوجود نقابات مهنية مدنية قوية قادرة على التفاوض والدفاع عن مصالح أعضائها التي هي جزء من مصالح المجتمع ككل. أشكر لكم هذا التكريم متمنيا لنقابة أطباء مصر ومجلسها وأعضائها التوفيق والنجاح. دكتور عمرو الشبكي. شكرا للدكتور عمرو الحاضر الغائب، اللي الحقيقه دايما ألمه ما بيسكتش عن ان هو ينصر قضايا الصحه وقضايا الاطباء في مصر، وانه دائما بيحط يعني سبوت على المشاكل الصحيه اللي ممكن تواجه المجتمع ككل. فبنشكر دكتور عمرو ولو انه مش موجود معانا، وان شاء الله دايما يجي على الألم وينصر الحق. نبدا دلوقتي في تكريم السادة الأطباء من المحافظات المختلفة ومرشحين من النقابات الفرعية. هنبدأ من المحافظات الأبعد إلى الأقرب. هنبدأ كل النقابة كانت مرشحة عضوين، أحدهم فوق السن والآخر تحت السن، فنتشرف دلوقتي بتكريم حضراتكم. محافظة الوادي الجديد دكتور محمد حمدان علي أحمد، والدكتورة مروة عبد الله عامر رضوان. يبدو انه يعني برضو الوقت جديد لبعض المسافة ما حضروش. طيب اسمحوا لي احنا حنادي بس الاسامي الزملاء اللي حضروا عشان يبقوا موجودين معانا. محافظة جنوب سيناء دكتورة نادية حسنين عبد الرحمن العناني. الجميع الحضور، هي بس كانت ملاحظة صغيرة ان مفيش أمة مثالية الا اذا كان معاها اب مثالي. فاذا كنا
بنكرم الأمهات المثاليات، فبرضو ما ننساش الأباء الأطباء المثاليين. شكرا لكم. فين لجنة الرواد؟ انا جاي افكر في الموضوع ده. فين لجنة الرواد؟ اهو ده انتقاد للجنة الرواد، انتقاد صريح، تمييز منكم ضدنا. خلاص انا جاي نعملها يا طول. ماشي. من محافظة شمال سيناء دكتور أسامة أحمد عبد الله أحمد. دكتور أسامة أحمد عبد الله. طبعا مقدرين الظروف اللي بيشتغل فيها الدكتور في شمال سيناء، ويعني ليهم كل الاحترام وبنشد على ايديهم فعلا، ربنا يوفقهم يا رب. داليا صلاح مصلحي احمد علي، هي استاذ كريم اخوها هو اللي هيتسلم الجرح. مرسى مطروح دكتور عبد الحميد السعيد علي روتان. محمد المرسي. محافظة البحر الأحمر دكتور علي محمد حسن محمد. محافظة أسوان دكتور أبو بكر عبد الباسط قريش.
ننزل لك يا دكتور؟ عماد عوني فوزي توادروس من أسوان. دكتور عماد هيستلم عنه الأستاذ عوني فوزي والده. محافظة الأقصر دكتور جورج وهيب بشارة. دكتور صلحي شهدي بندري واصل. محمد خضري مصطفى. دكتور طارق محمد منصور محمد. طه موسى. من محافظة أسيوط أستاذ دكتور مصطفى محمد السعيد محمد، ويتسلمها دكتور مايكل وجيه.
أحمد محمد معين إبراهيم. محافظة المنيا دكتور بليغ حمدي علي عبد الحق. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن الصور هتبقى موجودة عندنا في اللجنة الاجتماعية بعد أسبوع، فكل يعني أي حد من طرف حضراتكم يجي يشرفنا ياخد الصور بتاعته. أو أي طبعاً. أو مندوب النقابة الفرعية. أو مندوب النقابة الفرعية. محافظة أخرى مندوب النقابة الفرعية ممكن يستلم له الصور بتاعته. دكتور ميلر جبران أبو السعد. محافظة بني سويف دكتورة إيمان محمد عبد العزيز محمد. أول طبيبة من محافظات الصعيد، مش عارفين ليه بقى. تحية للدكتورة. لا في دكتورة دكاترة فعلا. دكتور عمرو محمد نادي عزت. الفيوم دكتور عصام علي حسن سليمان. أشرف محمد فرج علام. السويس دكتور حسن حسين محمد سليمان القزاز.
دكتور محمد طبعا. دكتور آسر حسن البنا عبد الظاهر إبراهيم. الإسماعيلية الأستاذ الدكتور لطفي عبد العزيز وفاء حسن. سامي محمد زويتا. بورسعيد دكتور محمد إبراهيم حسن هاشم. دكتور شريف محمد شعبان مرسي. دكتورة فتحية مصطفى الراعي. من اهلنا دي حاجه عاديه طبعا. زوجي حبيبي ربنا يخلي لي يعني من اكتر ناس اللي واقفين جنبي. بس النهارده ما اقدرش انسى فضل استاذي الحبيب دكتور سامي زكي استاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب الازهر بدمياط. هو اللي واقف جنبي وساعدني ودعمني وعلمني لحد ما وقفت هنا النهارده. انا بهدي له التكريم ده وبقول له من غيرك انا عمري في حياتي ما كنت هقف هنا. ربنا يدي لك الصحه والعافيه وتعلم اجيال واجيال وشكرا. Thank you.
عبد الحميد هنتشرف نحن يتصور معانا، وعشان هو في مرسى مطروح مضطر يغادرنا بدري شوي. نورتنا يا دكتور. بتقول الموسيقى اللي شغاله بتاعت ليلى مراد عشان دكتور عبد الحميد من مرسى مطروح، فيعني تأمل. تأمل لطيف. كملي يا دكتوره. دكتور من هنكمل كفر الشيخ. دكتور احمد سامي المصلي أو المصلي دكتور أحمد سامي المصلي كفر الشيخ. محافظة الشرقية دكتور أسامة حسن رشدي الصافي. أستاذ طب الأطفال أستاذ الدكتور أسامة حسن رشدي الصافي أستاذ طب الأطفال بجامعة الزقازيق. دمياط دكتور وليد محمد حمزة شاهين. محافظة الدقهلية دكتورة شروق إبراهيم عوض.
الدكتور عمر حمدي عبد الحكيم محافظة الدقهلية. دكتور هشام صبحي شوقي علي. أحمد النحاس. الحقيقة بحري مرشح سيدات كتير قوي عن قبلي، يعني قبلي لازم يشد حلو شوية. بعد الله سبحانه وتعالى الأم الحقيقة يعني هي استحملتني كتير جدا 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 سنين طويلة سهر وتعب وياما كانت بتسهر جنبي يعني أمي ممكن لو أنا نمت ما تنامش إلا بعد بشكرها جدا 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 ربنا يجزي عني كل خير ويجزي أبويا الله يرحمه عني كل خير وأستاذ الفاضل دكتور ماهر النجار استشاري في قسم الطب وجراحة العيون في مستشفى رمات طنطا الحقيقة لولا الثلاثة دولت ما كانش هيبقى في حد اسمه هدى النحاس أساسا شكرا جدا ليك من محافظة المنوفية أستاذ الدكتور محمد أبو الفتوح السيد شحاتة مرزوق محمد درويش رويشد محمد رويشد انا اسف Thank you.
يعني دي اول مره في حياتي اتكرم يعني تكريم كبير زي ده، واتمنى يعني في ناس في حياتي اتمنى اقول لهم الف شكر، ولولا هما الاثنين بابا وماما ويا رب يكون التكريم ده حاجه يعني ترد جزء من اللي انتوا عملتوه. من الاسكندريه الاستاذ الدكتور جلال عارف. دكتورة ياسمين فتوح الشاذلي. الجيزة دكتور أماني يوسف قسطنطي حنة. دكتور أماني يوسف. دكتورة أماني يوسف. دكتور أنا آسف. طيب يبقى دي محتاجة تتحاضر يا دكتورة، هنعدلها لحضرتك حالا. دكتور هاني عاطف احمد وصفي. دكتور هاني عاطف. دكتور هاني. محافظة القاهرة دكتورة ليليان حليم نصر. نسيم الخولي القاهرة. دكتور وليد نسيم الخولي هو مش بس طبيب، هو كاتب وشاعر متميز، مثل مصر في أكبر مسابقة للشعر على مستوى العالم العربي ووصل للتصفيات النهائية، كما أنه حاصل على مسابقة السيناريو في مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي. Thank you.
محمد شوقي عضو مجلس نقابة القاهرة هيقول كلمة. دكتور وليد الخولي هو زميلي في مستشفى المنيرة العام، وهو يعني موهبة كبيرة، ونتمنى أن يسلط عليه الضوء، ونتمنى أن الصالون الثقافي هنا يعني يتبناه هنا ويعرض أعماله ونسمع أشعاره الجميلة إن شاء الله في الصالون الثقافي هنا في النقابة. شكرا جزيلا. دكتور وليد هننتظر حضرتك في الصالون الثقافي. أحد مرشحي أعضاء مجلس النقابة العامة بس جات متأخرة، الدكتورة إيمان جابر طبيبة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية. أحمد صلاح المرشح. كمان يعني يبدو انه ظروف ما سمحتش، محافظه البحيره ومحافظه القليوبيه الدكاتره المرشحين منها حد. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اسم حضرتك؟ ما عندك انت عندك في البحيره محافظه. قولي اسمائهم، قولي اسماء اللي عندك محافظة. طيب محافظه البحيره دكتور منصور عباس حسن مكي ودكتور بشرى عبد الحميد احمد عرابي. حد من حضراتهم موجود وما تسجلش عندنا؟ طيب محافظة القليوبية دكتور محمود عبد الصبور محمود أبو العينين. أهلا دكتور. سعيد عبد النبي إمام من محافظة القليوبية. اتفضل يا دكتور. حضراتكم ما تنداش اسمه كان اوكي. احنا يعني للاسف يعني الحفل بتاعنا قرب على الانتهاء، فاضل لنا حاجه بسيطه خالص، بس بفكر حضراتكم ان الصور الشخصيه موجوده بعد اسبوع في اللجنه الاجتماعيه، وبفكر حضراتكم ان احنا عايزين كلنا نتجمع ان شاء الله دلوقتي على السلم ناخد صوره جماعيه. يا خساره تاني اليوم خلص وكان جميل بحضراتكم وبيتكم كان منور بيكم، وان شاء الله يا رب دايما عامر. هنختتم مع كلمه دكتور محمد عبد الحميد امين صندوق النقابه العامه للاطباء.
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هي كلمة صغيرة قوي مش هطول عليكم. البلد دي تستحق ان احنا نتعب عشانها. مصر بلد حلوة قوي قوي قوي، مش هيعرف قيمتها الا اللي سافر بره. الوضع في مصر سيء جدا. مش معنى ان القائمين على البلد في الوقت الحالي مش على المستوى معناها ان البلد سيئة. لا، نحاول لاخر رمق في حياتنا ان احنا نحسن البلد دي، عشان ما يجيش يوم من الايام زي ما احنا لجنا على ابهاتنا واجدادنا ان هم سابوا لنا البلد كده. لا، نحاول لاخر لحظه عشان نقدر نسيب لاولادنا او احفادنا حتى لو مش في حياتنا. فاتمنى الناس تتعب قوي 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 عشان مصر، وباذن الله اللي جاي احسن. شكرا. بنقدم كامل الشكر والتقدير للجنة النظام بتاعة الحفلة اللي بذلوا جهود كبيرة في الحقيقة من أكبرهم لأصغرهم. بنقدم لهم كامل الشكر والتقدير ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة إن شاء الله. شكرا لكم كلكم. شكرا. صورة على سلم النقابة يا دكاترة، محدش ينزل، يعني هنبقى واقفين كلنا على السلم عشان تبقى صورة جماعية. سلم النقابة الرئيسي.